كنت أتمنى من الشؤون المعنوية تجيب أحد المواقف اللي كان فيها استشهاد لكتير من ولادنا ضباط وجنود، وساعتها كنا بنتكلم ونقول خلي بالكم يا مصريين دي محاولة لكسركم. كلامي كنت بقول كده ساعتها، واللي انت فيه ده هينتهي وهيخلص. أنا اللي يهمني هنا بقول الكلام ده دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده ليه؟ احنا دفعنا ثمن كبير قوي وبندفع ثمن كبير قوي، مش انا اللي دفعته ولا الحكومه، كلنا في الدوله ديت. وما افتكرش ان احنا هيبقى مناسب ابدا ان حد فينا يقول ايه طب وانا ذنبي ايه. لا لا، دي بلدنا، دي بلدنا ولازم نخلي بالنا منها. انا قلت كلمه مهمه قوي، اول مؤتمر عمله الرئيس مبارك الله يرحمه اقتصادي 82، يعني ايه بعد بقى ما اطمن، وكان فاضلش غير مشكله طابه فقط، كان فاضلش غير طابه فقط اذا كنت انا متذكر يعني، انما كان رفع العلم في ابريل وكده كده خلاص الارض كلها رجعت، وبقى نخش نشوف مشاكل مصر بعد كام سنه، من 67 ل 82، يعني كام سنه؟ تقريبا 15 سنه. اللي انتوا احسبوا 67 من اوله، الازمه بدات فعالياتها من اول 67، مش يونيو 67، يعني كم سنه؟ 15 سنه توقفت الدوله ديت ما عملتش حاجه. كان ممكن قوي ان احنا نعمل ده، ولغايه دلوقتي وانا بكلمكم كده نقول لسه الحرب على الارهاب ما انتهتش، احنا مش هنعمل حاجه. ونحشد والاعلام يتكلم في القضيه ديت ونجيب الاحداث بتاعت كل يوم. واحنا كنا كل طول ما انا ماشي في الوقت اللي انا كنت فيه ده كنت بسمع، اول ما اسمع الموسيقى بتاعت بيان القيادة العامة للقوات المسلحة كنت أقف عشان أسمع البيان اللي هيقولوه. وكانت الدولة كلها عايشة كده، وكل قرش بقى اقتصاد حرب لصالح الكرامة والكبرياء ولصالح النصر اللي احنا كنا دلوقتي بنحتفل بيه وسعداء بيه. طب ما أنا برضو كان ممكن قوي ان احنا نعمل كده، وكان مبرر، بس احنا قلنا ان اللي بيعمل الارهاب ده وبيعمل الاقتتال ده هدفه ان البلد دي تعجز اكتر وتفقر اكتر وتتخلف اكتر، واحنا مش هنمكنه من ده، وهنبني على قد ما ربنا يقدرنا. بقول الكلام ده دلوقتي لكم هنا في يوم جميل زي ده بنجاح، سواء كان في اكتوبر او حتى ما انتم متابعين كويس وشايفين ان الصوت ما فيش صوت كتير بيتقال ولا بيانات، الحمد لله رب العالمين. والمعركه يعني بنحقق فيها نجاحات طيبه جدا جدا